او رسالة اتكلموا تليفونيا وقالوا يا جنودة البلد هيجا يا جنودة بهذا العمل بكل غفرته. رد على مين؟ على جمال محمد حسني مبارك اللي متعشم انه يكون رئيس جمهورية بعد أبوه. قالوا جنودة انا قادر تجنني اطلع لكم واحدة من جنودة. سبحان الله. فاقول مرة ثانية جنودة من الذي نصب الرئيس الثاني لجمهورية مصر؟ جنودة ما هو ما هي صفته حتى تسلم إليه مواطنة مصرية مسلمة؟ ما هو جنودة الذي حجز واحتجز هذه المواطنة في إحدى سجونه؟ معلوم أن مصر دولة القوانين، دولة التشريعات. لما أي واحد زي ده مواطن له رسالة كنائسية في الكنائس الأصغر، ولذلك الكنائس الأخرى اعترضت على تصرفات شنودة وقالوا نحن براء مما يفعل شنودة. يرد عليهم شنودة على البروتستانت والكاثوليك يقول دول كفار وانا ما بعترفش بيهم لانهم كفار. حتى الارثوذكس والكاثوليك كفرهم شنودة. عشان كده بيفكر شنودة ان يكفرنا معاه. ولكن اقول لشنودة والله كل عمل سوف تقوم به داخل مصر، كل عمل ستقوم به داخل مصر وأمن مصر وسلامة كل مواطن في مصر، اعلم حق العلم، اعلم حق العلم أنه سيكون هناك ردا، وكل فعل له رد فعل. وأقول مرة ثانية وثالثة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. ونقول للجميع: أنتم حراس هذا الدين وسلامة هذا الدين. وأخيرا أقول لشنودة يا شنودة سلم جميليا وغيرها ممن احتجزتهم فإن تعالوا